السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائنا المشاهدين، أهلا بكم في حوار من حوارات وكالة الأنباء الجزائرية. ضيفنا اليوم هو واحد من صانعي الثورة الجزائرية، وهو واحد أيضا من الأعضاء المؤسسين لكوموندو علي خوجة بمنطقة الأخضرية. شارك في عدد كبير من المعارك والاشتباكات والكمائن ضد المستعمر، وكان عددها في حدود 21 مشاركة. التقى بعض القيادات الأولى للولاية الرابعة كالعقيد عمر أعمران، كان مقربا كثيرا من العقيد عز الدين والرائد المرحوم سي الأخضر المقراني. أهلا بكم سي مصطفى البليدي. البداية نود أن نعرف قليلا نوعا ما بداياتكم الثورية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. اليوم يا بنتين نتكلموا على التاريخ تاعنا. التاريخ تاعنا الى بارتي او بابل الجزائري. انا زايد جبيلي، زايد في حمل اللي هذا الدوار يقولوا دوار سيد الفضيل، زايد فوق البليده، بعيد على البليده، على لاوتور تاع الشريعه. نهار اللي طلعنا الجبل طلعنا الاولين، انا اللي طلعت الاول، تبعني بابا وتبعنا خويا. قبل هذا سي مصطفى، كيفاش كان عندك هذا الوعي الوطني، يعني هذا الوعي اللي تشكل لديك ودفعك باش تفكر تطلع للجبل؟ كان في عمري 17 طن كي بديت، وطلعت للجبل على جد 18 طن. شكون القيادات الاولى اللي كان عندك معاهم اتصال؟ شوفي، اللي كان عندي الاتصال معاهم الاولين كامل كان سي بن يوسف تاع الصومعه، كان هذا علي السويداني، محمد السويداني، كان طيب الجغلالي، كان قدون المعسكري، كان سي مصطفى القرواوي. سي مصطفى القرواوي، هذول اللي كنت في اتصال، هما اللي قبل ما يكون حتى والو هما اللي نظموا متيجه، هما اللي نظموا متيجه كي بدات الجبال. اللي كان الاول في الجوايه الجبال تاعنا هو علي بن قربان، هو علي بن قربان. من ثم وين عرفت عمران، من ثم بعثني الباليسترو، رحت الباليسترو، نالي رحت الباليسترو، نصيب تمايا، نصيب الجماعة ما يخرجوش في النهار، يتمشيو غير في الليل. صبت روحي عند الشيخ مسعود. الشيخ مسعود هذايا كان علي خوجة، سمعت بعلي خوجة 56، هاي لحقت 56، سمعت بعلي خوجة، كوموندو تاع علي خوجة، الكوموندو يا دو سيكسيون. هي في الحقيقة كانت اون سيكسيون، او فون دي شوز كانت اون سيكسيون، اون سال سيكسيون. كانوا فيها من الاولين، كانوا فيها اللي طلعوا من البلاد كيما عمر حمادي، كيما رشيد بسيكري، كانوا طلعوا الجبل. قعدت في باليسترو، جاو من بعد كداروا، نهار اللي سمعت بعلي خوجه، كان علي خوجه الله يبارك، نسمعوا بعلي خوجه. احنا كنا دار لي سيكسيون، كنا دار ميم با دي سيكسيون، دي جروب، كنا دي جروب نتمشاو، ما كانش هذه السيكسيون، تمشيو غير في الليل. سي علي خوجة نهار اللي لحق دار هذا الكوموندو دار السيكسيون وين فيها راهم كاين تصاور، وين كاين فيها تروز ايتيديون خرجوا من المدينه، سي دي ليسيان، كنقولوا دي ايتيديون سي دي ليسيان. كاين محمود مات في لا ولايه 5، كان البشير نهرو اللي كنا نعيطوا له ولد رويس اللي مات، وكاين بخوشه اللي ولا بعثوا عمران باش راح دار العراق باش ولا بيلوت، بعثوهم هذو اللي كانوا دي زيتيديون بعثوهم للخارج. بشير ولد رويس، محمود كان رايح في الطريق مات في لا ولايه 5، بشير من بعد باش راح نهار اللي سي علي خوجة مات الله يرحمه برحمه الله، خرجوهم. بداو هذوك الجنود هذوك اللي كانوا مع سي السيكسيون هذيك، دارت عمليات في الكورج، وكان مصطفى الكحل هو اللي كان لاجوان تاع علي خوجه. وين كاين لامبيسكات تاع الطابلات؟ كيف تم انشاء كوموندو علي خوجه؟ وما هي الاسباب اللي ادت الى ذلك؟ سي علي خوجه كي لا يوليدي ميليتير، قال لك فرنسا، انا كنت سمعت خطره كنا في هذه جراح تاع البليده، باسكو كاين جراح تاع باليسترو. واحد الخطره تلاقيت بهذا سي علي خوجه،
سعلي خوجة تلاقيت أنا وياه. أنا كنت نتمشى، كنا نتمشى وان جروب، كنا نتمشى وان جروب مع هذا الشيخ مسعود وهذا علي ياحي، هذا يا اللي راهو مازال أو مازال في الحياة. بقينا ثلاثة من الكوموندو في الحقيقة، كاين أحمد ديرة ربعة، كاين عز الدين، كاين هذا علي ياحي، وكاين نسمع باللي قال حنايا فرنسا عندها ليكول دو غير، وحنا ليكول دو غير وين راه؟ حنا ليكول دو غير يلزم الناس اللي داروا العمليات وعندهم عندهم تجربات في العمليات باش من سامبل جوندي دي كوموندو، هذي اسو الكوموندو اللي دخل في راسهم الكوموندو، كان يعني باش يديروا لي كود دو كادر باش يبعثوا يشرحوا الناس لي شيف ميليتير. انسامبل جوندي دي كوموندو كيكونوا عنده زوج عمليات ولا ثلاثه سي ديجا بوكو بور لوي. كومون في نامبيسكاد، باسكو ان نامبيسكاد يفو لا بريباري، ان اكروشاج ينجم يجي مي لامبيسكاد يفو لا بريباري. اول كمين تاعكم في اي تاريخ كان؟ هذيك نقول لك فان 55، ما كانش لحقت 56 وين سي الخضر دار لاكروشاج نتاع بوسكن، وخرجنا منها زوج حركه ثاني كان بزاز وبول الباح من دوك الجوايه من جهه ثلاثه تاع جواب من هذوك الجوايه هذو ماتوا معنا في الكوموندو، ماتوا بعد كي ولاو مجاهدين وماتوا معنا في الكوموندو. سي العيد ولا معروف ولا في لي سيكسيون تاع الشيخ مسعود. الشيخ مسعود بعكا ولات ماشي سيكسيون، ولات كومباني. عز الدين ولا عنده سي الخضر ولا عنده ان كومباني كان فيها يشرف عليها عز الدين، ان كومباني يشرف عليها الشيخ مسعود. هذا الشيخ مسعود من 45، الشيخ مسعود كان في واحد الدشره يقول ابو عروسه قدام طابلات كان يقري وضغط عليه القايد وقتل القايد، وكان ديجا قبل الثوره كان ريفوليسيونير في المكحلتو وهامل في الجبال. هذا الشيخ مسعود هذايا هو اللي لايمنا درنا داروا ان كومباني اللي كان يشرف عليها واحد جا من ولايه طروا، النوفيسي ديال ولايه طروا يقولوا سي محمد مزيان. سي محمد مزيان جا من ولايه طروا اونتوني جا يعني باش يحمي انكور هذويا، ولا سي الخضر عطى له هذو يشرف عليهم. سي الخضر هو مسؤول عليه وهو مسؤول على عز الدين وعلى الشيخ مسعود، وانا كنت عند الشيخ مسعود، كنا دو كومباني، واحدة تاع الشيخ مسعود واحدة تاع عز الدين، اللي يشرف عليها سي محمد مزيان. سي محمد مزيان مات في البومبا نتاع مصيف وين مات فيها شالان، مات فيها براكني صغير، باسكو في لي براكني يا دو، يا كاين الفوتبال اللي كان في الجبل كان الجهة لا زون 3 الوارزنيس، وكاين واحد كان عندنا في باليسترو كان بلومبيي هو اللي كان يديروا في البومبا فيها الكولونيل بهلول الراشد اللي ولا كولونيل من بعد يقول له عثمان او مات ما يا با لونطون كان في لي سيرفيس تاعنا، كان فيها سي بوزناد من واسم هذا الاسماوات هذو اللي لازم يذكروا، كان تيديون كان من واسمها نعيم بسام بوزناد، كان فيها واحد يقول له محمد سالامبي، كان فيها هذا بوزناد مات تمايا، الراشد بهلول نعمة من عينيه توشى في عينيه، وسي محمد مزيان مات. سي محمد مزيان مات، ولا عز الدين هو اللي يشرف على الشيخ مسعود ولا يشرف على الكومباني نتاعو ويشرف على الشيخ مسعود، ولينا نديروا معركات كبار وين عز الدين راح الجهة لاكابيلي لا ولا طروا جاب ينطرونت، وحنا جبنا ينطرونت من ثلاثة تاع جواب كنا لامبيسكاد هذه سي العيد يروح هو والشيخ مسعود ويروحوا لي شيف سيكسيون، كانوا عندنا 3 سيكسيون يروحوا لي شيف سيكسيون، منين داك يروحوا يتمشاو ويشوفوا الارض وين نحطوا لي بياس وين كيفاش فرنسا تجي، كان جايه من شامبلا سيتي لا غريف دو تاع 56 لا غريف دي ستيديو. كنا احنا الجهه هذه ولا تزنيم كنا ندور كنا ندورو فيها، كنا قطعنا لاويلاسيس، كانت لاويلاسيس الحداده بيناتنا بين شامبلان والاخر الواد هو اللي يقطع. سي مصطفى في هذا الكروشاج اللي يعني تعرضتهم للجرح في هذا الكروشاج وقتاش بالذات؟ دو 4 مارس 58 خلصنا الاجتماع جينا رايحين، سي الاخضر يزم يروح مع سي محمد يروح مع الكونسيل د الولايه، جاب عسي عز الدين تبعنا احنا الكوموندو قاطعين واد الملح باش نقطعوا لهذا الكروشاج اللي صرا في الرياشه.
فريا شك تعنا لتما سي محمد ولا يعيط العزدي السي الخضر يا سي الخضر روح سي الخضر يقول له بعد سي الخضر اون ديريك الا فولي موغيغ افيك نو الا فولي موغيغ مع الجماعه تاع الكوموندو قطعنا قطعنا رحنا الرياشه طاحوا علينا دي باراشوتيست لا ليجيو اترونجير كانوا ليمونا في ذاك الاجتماع كانوا ليمونا طحنا في اكروشاج عز الدين تما وين نضرب بيدو دارت يدو دارت يدو عز الدين انا جيت الراماسيه سي المسؤول تاعنا جيت باش الراماسيه مي ما شفتش الطياره باللي راهي هو عطيها بالوجه وانا عطيها بالظهر الطياره كي هو دجات انفورماسيون كومبا ضربت ضربت لا روكيت طلعتني بواحد بواحد 500 متر في السماء بالسجره طحت نضربت جاني النيكلا في قلبي جينا قاطعين كاين اللي يقول لك انا نقول ما تيراوش علينا باسكو كنت شويه فاطن رفديني مي فاطن شويه وجينا طالعين جينا طالعين عز الدين يقول تيراو علينا وانا نقول ما تيراوش علينا باسكو رانداو لفرنسا رانداو لفرنسا كانوا مجاهدين هذا حما مش مدش راه تاع ولاد زنيم اللي وراهم مدفون سي الخضر الكوموندو علي خوجا من وقت اللي انا كي تبليسيت خليت سي عز الدين يشرف عليه سي عز الدين كاين جماعه يهضروا كي يبداو يتكلموا يتكلموا على انسان ما يتكلموش عليه يعني كيفاش بدات وكيفاش عيات عز الدين كان نقبض في طابلات وهرب من الحبس تاع طابلات وهرب معاه جماعه هرب معاه اللي كان يقول له بوخالفه اللي ولا في السيرفيس دو رونسينما ولا برسك في لا ولايه هرب معاه من بعد عز الدين بعد هنايا في اكروشاج الى ايتي زادوا له لا تريزيام بليسور قبضوه لفرنسا فرنسا حبوا يخدموه في ذاك الوقت حبوا يخدموه باش يدوروه باش يدخلوه كي بحال لا بي دي براف كي بحال اللي باش هو يروح طلقوه طلعوه للجبل باش يخدم سي محمد وسي عمر وصديق مي عز الدين عز الدين كانت عنده زعامه اللي بزاف الناس اللي ما يعرفوها شيء عز الدين كانت عنده النيه وعنده حب الوطن شوفي كالمسؤول هو اللي يعطي المثال كان قبل ما ناكلو ما ياكلش قبل ما نرقدو ما يرقدش قبل ما في لاكروشاج يسبقنا للرصاص كان عز الدين هذا عز الدين هذايا على مولاد عاود ولا كي عاود ولا شكون اللي يقبضو سيرفيس دو رونسينيما سي عمر صديق سي عمر صديق ايتي مينيست هو في الجبل كوموندون وليتي مينيست في جي بي ارا سي محمد ليتي كولونيل هضروا معاه وكذايا قالوا له ايفون ميو تروح لتونس نبعدوك على فرنسا كامل باسكو لو دوت على بالك دوت في مضرب واحد اخر يقتلوه فهمتي بعثوه لتونس في تونس ولا شاف ديتا ماجور وين الناس هنا ينتقموا ويقولوا باللي يعني عز الدين قريب الجماعه يقولوا باللي كان خبيث قريب كان مع فرنسا هذه وحنا نعرفوه عز الدين نعرفوه واش كاين فيه هذه شهاده حيه لواحد من الذين شاركوا في الحرب التحريريه نتمنى ان نلقاكم في حوارات اخرى من هذا النوع دمتم بخير